الدور ديالي كما قلت انا الدور ديال ناديا. ناديا اللي يعني ان بيرسوناج من 22 بيرسوناج اللي كيدور الفيلم كله في ان ويكلو في ان اوتوكار. هو لو غوتور من باري كازا من باري اكادير بلوتو. ولو بيرسوناج ديال ناديا يعني سي اون في انتيليكتويل اللي اضطرت انا دير شي حوايج ماشي مزيانين في حياتها مي كانت مضطره. ولو غوتور ديالها لبلادها سيتي لو غوتور ديال لو شونجمون ولو غوتور ديال البحث عن ناديا عندنا نادية عن نفسها تصالح مع النفس كما قلت نقوله. تقريبا في السينما وأول مرة فات لي كولابوريت معاه في مداولة مي رؤوف سان جون اللي كان عندنا مزيان في الفيلم أن كانت اون ايكيب دو جون كو سوا لو برودكتور لو غياليزاتور لو كوميديان لي تكنيسيان سيتي اون ايكيب دو جون والخدمة معاه ربما هو بعض المرات كان صارم معنا ولكن سيتي بوغ لو بيان دو فيلم مي هضرنا بزاف تناقشنا بزاف اون ايو لا شونس دافوار اون سيمان دو بريباراسيون و فوالا النتيجة غادي تشوفوها دابا. ميرسي.